تعرف درة، فطمت اللي ما مرتاح كان معاك، الدار وليت نمشي لها مكركر، ساخن قدام وخطوتين التالي، والكلينيك كان مش انتي الراك تبدا تدور وتحرك، راني بطلت الخدمة مكلام. تقعد ونسني؟ نقعد نسهر لما خرا ما يزني نروح. ماما نقعد سيتو انسيس نقعد لهو تعرفه خايفة من ايش؟ خايفة للتبعد عليا الناس الغاليين الكل فقدته هيزينا من الأفكار السوداوية هذوما هات كعبة لوزية فستقة حسيت بالسعادة نقولك واحد كان هكا ولا هكا مشكلة الكرش هذي تخرجها؟ مش مازال بكري؟ ميرسي فرح عندها كونكور لازم نوصلها سخيل باش ناخذ بوتي داج على راحتنا جو لي سويت هي معاك تشوف عندي التزامات ما عادش نجم طارق هكا راهو ما عادش نجم بكل الموضوع هذا حكينا فيه برشا مرات وديما عندي نفس الجواب يلزم شويه صبر صبر قد باش نصبر نصبر حتى نصفر الشيبه نصبر حتى يطلعوا لي لغيد نصبر حتى سيدي يخذ راحته ويطلب هو الطلاق مش حاجه سهله راهو المراه ام بناتي ما عملت لي حد شيء انا قاعد نمل فيها بشويه بشويه لهلا تجي منها مش مني وتطلب الطلاق هي بيتها أم بنتك أنتي غير هي أم بنتك وأنا المرأة الخايبة اللي تحب تخرب لك دارك ترى مش هذا المقصود تعرف قديش نعزك وقديش نحبك تعرف اللي هي ما عادش نحبها مسألة وقتك وقت يوم نغزل روحي في المرايه نلقى عندي شعرتين بيض الوقت يجري والعمر يجري وانا تعبت تعبت طارق تعبت على الاخر تعرفي ما حبكش تبكي صرتو الصباح عندي غصة في قلبي طارق وانت ماكش قاعد تحس بها ما عادش وقت جدوى في لي إلا كاملة البارح نطلب فيك وعلقت على التليفون ما عادش كلمتني لاباسة؟ توا مزروب عندي بلوك توا نكمل نكلمك ها؟ هذيك تلقى ما تقولي معناتها؟ توا تقعد بحذاك في الليل وحشتك ركب لك عين بقرة في الباب باش تولي تعرف شكون شنو حكايتك انت يا تليفونك مسكر يا ما تهزش عندي مشاكل عائليه شنو هي المشكله تو نحكي لك مره اخرى مش وقته تبعه خش بيك وليد هاك
لما تحكي حد شيء تخبي شطار حكيتك. خاصة المشكلة هذه من غير ما تضيع وقتك مانيش باش نحكي لك عليها. كنت قري فيا، كنت نشوف فيك جبل ما يهزو ريح، كنت نحس معاك بسيكوريتي كبيرة على الاخر. حيرتني شبيك لباس. كل شيء يتعدى، اقلب عليه الموضوع. بيه الموضوع بتاعنا شو عملنا فيه؟ أنا والمواضيع عنا برشا احنا. موضوع طلاقك وعرسنا. شوف يا در، أنا تعرفت عليك عجبوني حاجتين فيك. الحاجة الأولى أنك مزيانة برشا، والحاجة الثانية ظهرت ذكية برشا. الأولى شادة بوقعتها، أما الثانية ظهرت طلعت غلط فيها. بربي إيش معناها؟ معناها كما تقول أنت 66 نمالة دخلوا لك الغار. وش صحيح؟ صحيح. أنت ما تحب تعمل كل اللي في مخك، تحب تسطر وتفصل وتخيط وحدك، ويلزم ننفذوا لك اوامرك بالساعه وبالدرج وبالدقيقه، واذا ثم حاجه صغيره مش كيما تحبها انت تدخل بعضها الدنيا وتشوم. من حقي، عندك مده وانت تمهطل فيا، وانا نحس في روحي اللي انا قاعده نخون في عائلتي وفي مبادئي، والوضعيه متاعي صعيبه برشا، وماكش قاعد تقدر الموقف اللي انا فيه. يا دورر، باش نحكي معك بصراحة ومن الآخر. وقت اللي عرفنا بعضنا كنت تعرف مليح اللي أنا عندي زوج بنات ومعرس، ونعرف زيدا اللي أنتي سيباغي وباش تطلق. باش نطلق فوالا، باش نطلق مش مطلق. تعرف مليح اللي مرتي ما عادش نحبها وما عاد فما بيناتنا حتى شيء، وبريسك وبريسك فما كيما تحب. بارك الله فيك. شنو اللي زاربك توا؟ ما كنتي عرست وطلقت، اعطيني فرصة خليني نفض اموري ودخل النظافة. يعمل الله قليل بعد يخلي العرس باش يهرب. تحب تخليني معلقة معناتها؟ يظهر لي ما فهمت من كلامي حتى شيء. علاه تقعد معلقة؟ خذ قرار. كان استنيتني أهلا وسهلا ومرحبا بيك، يشرفنا الموضوع. إذا تحب تمشي على روحك تلقى الخير يقوي ساعدك بنيتي. شوف يا درة، أنا نحبك ياسر ياسر ياسر، أما مانيش باش نموت إذا تمشي على روحك. واضح؟ صح عليك. وي جاريب توت سويت جو دوا فيلي. كون طلبك؟ شنو نكلمك؟ جاي تعمل هوني؟ جاي نحب نحكي معاك طارق. نجم نحكي معاك شوية؟ ما عنديش وقت توا، ما عنديش وقت. في بالي بالحكاية الكلها. جو سوي فريمون ديزولي. يصير حتى في العائلات الكبيرة هذه صار ريف. نعرفك قوي،
قدرة ربي كل شيء يتعدى. خويا ربي حتى فرعون كان تجيه ضربة كما اللي جاتني أنا تو ظهري وتقسم على اثنين. وهي شنو حويلها تو؟ مازلت ما فقدتش. تحب نتلاقاهم بعد؟ نجي هكا تفرح قلبك شوية. قلت لك ما عنديش وقت. عندي مشكلة عائلية لازمني نحلها. تفهمها؟ تكومبرون. وأنا ما نجمش نعاونك؟ نقعد نكتف يدي هكا نعمل حتى شاي نتفرج فيك؟ تعاوني كي تسمع الكلام وتقعد رايضة. أنا تو كي نلقى شوية وقت وشوية وسع بال تو نكلمك نتصل بيك. بلي تلقى وقت وسع بال. معناتها أنا مازلت باش نقعد نستناك. يا أخي ما تفهمش. سكتوي نورمالمون كونستيتوي. شنو هذا؟ وين ماشي بيك السيرة؟ لازم كل شيء يتعدى بك أنت، لازم كل شيء شخصيتك أنت تظهر. سما با. لا طارق. جو فو با إتر باسيف سي تو. ما نجمش نشوفك تتعذب ونقعد ساكتة هكا. يعيشك أكثر حاجة تعملها توا تسمعني مليح، تقول حتى كلمة، تسمع الكلام وتخليني رايض. ما تجيش تدروزني وتدخلني بعضي. فهمتني؟ ولذا توا توجه نمشي توا نكلمك توا نتصل بيك أنا. داكوردو؟ ميرسي ميرسي ميرسي. اللي صار عليك مش حكاية سهلة بالكل، ويلزمك شكون يقف معاك. اسمع، فما اسوسياسيون اللي هي بالحكاية هذي تنحطكم كونتاكت معاهم. باهي هاي كوراج عاد امسح دموعك وهي معايا البيرو تنكلمو. باهي انت هوني؟ اهلا. ايش بك منبوز؟ خاطر ما تجاوبش على التليفون؟ والله كي كلمتني غاتس لهوني. غاتس يا حسرة، يا حسرة على التليفونات وعلى المساجات. يا اخي وليت تخاف منها؟ انا تعرفني ما نخاف من حد. حتى مني انا؟ سورتو منك انت. عليك. خاطر تعرفني نحبك؟ وانا زاد. قولي لي. بالعربي ما تطلعش معايا. قولي لي بأي لغة؟ إيش اللي بيديش. سامحني دكتور، مدام إدريس جابوها من أورجونس. مرتي؟ إي مرتك دكتور، يظهر لي طاحت، هيك في شومبر بيت. صافا نجم تقول لي مدام دريس سلكتها اون برينسيپ صافا apparemment le bébé ça سامحوني je dois filer عندي دي باسيون جايني من برا تيا اهلا بك اهلا صحوات الجوهر الحمد لله لاباس الحمد لله عايشك مدام tu es entre de bonnes mains c'est le meilleur orthopédiste docteur جوهر الفقيه أنا دكتور عايش أنا دكتور مرسي عايش عسلامة مدام كين يديك دابري لي راديو فماش حاجة كبيرة تنعطيك أتيل أونتي انفلاماتوار قدرة ربي دون دو تروا جور ترتاح ما كانش تو يتغشى علينا دكتور إدريس يقول لي ما تليتليش بالمدام بالقدا عايشك دكتور عايشك عايشك إن شاء الله نكون تعرفنا عليك ساعة سعيدة عايشك ترى يدك الروبو صباح لبس
شبيك؟ شبيني؟ شيخة على الاخر، مش نموت بفرحة. شفتك اليوم كي جابوها للكلينيك، كيفاش ترعش عليها؟ أم بناتي سير المال. هي مرتك وين شنو؟ حط شاية. وانت شنو مخلتك علينا؟ علاش تحط في روحك في مواقف صعيبة ما تقدهاش؟ نقدها على الاخر، حبيت نشوفها بعينيا. ايه كي شفتها توا ارتحتش؟ سافا ميو؟ تقولي اللي انت تحبني، وين الحب هذا الكل؟ نلقى في روحي انا المتخبية، انا اللي ما عندي حتى ستاتيو سوسيال، انا اللي مرا اللي ما تنجمش تجيب معك لا صغار لا تعمل معك عائلة قدام الناس، انا المرأة اللي تعدى بحثها وتخرج وتبدا تتفقد في حوايج قطعه قطعه، بلاكش تلصق فيك ريحه بارفان ولا غوجاليفغ ولا شعره، وانا نتفرج. بربي علاش تعمل في روحك هكا؟ هذا كله يتعدى ويقعد ذكريات متندروا بهم بعد وتفكرني. طارق النار راهي شاعله فيا، كل يوم نبدا وحدي نقول زعما هذا الكل ما يمسهاش، هذا الكل ما يحطش عليا يده. علاش هكا؟ أو راسي 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 راسي. مالا سيدي؟ مش متقلق حتى تعرف، عنده أم البنات وعشيرته وعنده صاحبة اللي حتى يدها على خدها تستنى فيه وقت شكوبة الباب تتحل. يا أخي ماكش باش تحس بيا طارق بالكل؟ ماكش باش تحس لي أنا في سيتواسيون خايبة على الآخر؟ ماكش باش تحس لي أنا قلقت وفديت وروحي طلعت؟ ريض روحك ريض روحك، نرفيز ما عنده وين يوصلك. داكوردو؟ مشيت لافوكات اليوم. عملت عليها طلة. شا حكيتو؟ قالت لي إذا تلاق بالتراضي لازم تجيب لها كتب وبعد تبدا هي البروسيدور نتاعها. قداش دوم الحكاية هذي قدام المحكمة؟ في الحالة هذيا ما تطولش، بالتراضي شهرين ثلاثة ماكسيموم. وهي موافقة هكاكا؟ نورمال ما فماش علاش ما توافقش. مع تقريب نولي مدام دورة دريس؟ قريب تولي مدام دورة دريس وينقص عليها المرج. ونجيبو بيبي دامور؟ شبيك سكت؟ خلينا في أمورنا احنا تي شنو تو؟ اسمع طارق. باهي باهي خويا. كملنا الشابيتر نتاع المرج نتاع العرس، توا باش ندخلوا في الشابيتر نتاع المرج نتاع البيبيات. حاضر يا خويا نجيبوا بيبي اثنين ثلاثة أربعة، أنا جاهز. أنت عندك زوز بنات، تحبش تجيب ولايدة؟ كي تجي للرسمي عمري مش نتاع جيبان، ونقص شوية من الدلول. كان ما ندلش عليك عشكم شو ندل. عندي سؤال، تحبني؟ متعلق كنت تعرف قدين متعلق. باهي تاخذني؟ نخمم. أبا تو يزيد؟ عيب عليك. تو سيريو؟ طيب كيفاش واحد إني با سيريو جايب خاتم الخطوبة شخصية؟ بالحق طارق؟ تو مسيغ بخطولتا. تعرف جيت بغيد وصلت عيست. فضلك واحنا راك انتي كل في الكل يا للا. شو عملت معاه؟ تعديت لها للدار لقاها عامله محامي وعامله اتصالات بالعربي دارت في العياصه. معناها جايب لي خاتم باش تسكتني بيه، باش نبلع الحربوشه. باش نعمل بيه انا الخاتم كان ما نجمش نعرس بيك، كان ما نكونش قدام العباد مدام دريس، كان ما تكونش حاجة أوفيسيال. مدام دريس ونص. قول.
Ils sont très jolis. جبتيهم لي باش تراضيني. نورمالمون انت لازمك تراضيني بعد العمله اللي عملتها لي. مون امور زيد، قد ما تعمل قلبي ديما رهيف عليك. في ساعة ما نسامحك، ناس بكري كانوا يقولوا اللي بوسه تراضيه لا خير فيه. شفت سرمالي؟ أيوة، وين وصلتوا؟ وصلنا لشيء. فرح الجو يخطبوا فيها دار شادلي. مبروك عليك دار شادلي. فرح يخطبوا فيها وأنا مازلت نستنى. شوف درة، نحبك تصبر معايا في المرحلة هذه. نسجد فرح، نطلق بالتراضي، وبعد انا بكل ليك. فكره حلوه ياسر. حلو والله حلو. استنى فرح معناتها تعرس، ومن بعد زدنا نزيدو نستني وراني علاش ليه، ومن بعديك يحبلوا زوز، ومن بعد فما حكيت له حم نزيدو نستنيوهم، ومن بعد نشوفوا كان جابت واحده منهم وليد نزيدو نستنيو تجيب بنيه. يا اخي تفادلك ولا بجدك؟ درة اسمع، انا نعرفك اذكى من هكا برشا، وحكايه العرس هذه ما يلزمكش تعمل منها اون فيكساسيون، راك باش تهمل هكا. فيكساسيون طارق؟ هكا تحكي معايا؟ يا اخي تحبني نكمل نعيش حياتي كل هكا؟ يا اخي كان ماكش حاس بيا؟ انا نهارين هذوما فهمت حاجه مهمه ياسر. دكتور دريس، اظهر لي انت ما عينكش باش تعاود تعرس. انت عملت حياتك، ما عينكش باش تعاود تجيب صغار اخرين، ماكش حاس بيا. انا خممت مليح، انا بدي ما عادش حاجتي بيك. تحبني صاحبه وكهو، كش ما غيظه بشوف، باش نتنفس، باش نسافر، باش نشوف حياتي، باش نتعرف على راجل من عمري يحب يعرف، يعرف قيمتي. وكهذا يزي، ما عادش نجم نكمل معك هكا. اصلا انا نحكي كيما هكا ما كرنيش دخلت فيها غلطه كبيره ياسر. طارق، كيفاش جيتك تتلقى مع الكونسييرج؟